واحد بيقول هل الله سيدين فرعون على قساوة قلبه التي هي من قبل الله، إذ قال رب المجد لنبيه موسى ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده. لا شوف إيه، أنا فاكر إن أنا اتكلمت عن الموضوع ده على ما أظن في كتاب موسى وفرعون. هو ربنا لا يقسي قلب إنسان إطلاقا، لأن لو ربنا قسى قلب إنسان يبقى هو السبب. لكن تقسية قلب فرعون معناها إن النعمة ارتفعت عنه فظهرت قساوة قلبه اللي جواه، مش ربنا كان اللي أوجد قساوة القلب، لا هو كشف هذه القساوة بأن النعمة ارتفعت عن فرعون. وطبعا النعمة ارتفعت عن فرعون لأنه ما كانش بيستفيد من عمل النعمة، كان بيستغل طيبة ربنا لكي يصير أسوأ مما كان.